بحبكم، اعمل ايه والله العظيم مش بايدي، قلبي الضعيف هو اللي خلاني اطلع اعمل سكرينات هيخة الجمعة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. سكرينات هيخة كل جمعة الساعة 10، لكن النهاردة طبعا نزلكم بدري قوي قوي قوي، نزلكم المغرب لان احنا عندنا اهلي وزمالك، نزلكم قبل المغرب كمان، عندنا اهلي وزمالك بكرة، وعندنا النهاردة حلقة اهلي وزمالك، فكان لازم ان انا انزل لكم الحلقة دي بدري النهاردة، ولازم تنزل برضو قبل ماتش الاهلي والزمالك بالوقت الكافي يعني عشان الناس تتفرج عليها بشكل كويس. وانا زي ما بقول لك انا قلبي ضعيف، انا قلبي ضعيف، بحبك، هعمل ايه والله العظيم. انت ايوه انت اللي فاتح الفيديو، ايوه انت ادم فتحت الفيديو. طب انت شفت الحته دي بس كده بحبك، اقفل الفيديو. ادم فتحت الفيديو وعايز تشوفني فانت جزمتك على راسي. قبل ما نبدا الحلقه لازم نقول ان اعداد احمد مشعل ولكل الداعمين لسكرينات هيخه. انا بشوف سكرينات هيخه مثلا بيشوفها 20,000 واحد، وبلاقي سكرينات هيخة عليها مثلا 2000 لايك. مش على حاجه والله، انت عارف ان عمري ما بطلب لايك، بس انت البرنامج ده الوحيد اللي لازم تدعمه صح والله العظيم. انا يعني انت، انا عمري ما بطلب، بس الايام اللي جايه ابتدي اطلب منكم اهو، افكركم بس عشان البرنامج ده لازم يكبر بيكم. فكل واحد دخل عدى عملت لايك، طبعا ما عملتش لايك كل الكلام ده انت عارف انه ما يشغلنيش، لكن انا عايز البرنامج يتشاف لان البرنامج ده مهم ان هو يتشاف. فلو انت بتحب سكرينات هيخة، لو بتحبه ارزعوا اللايك المتين. ادينا ابتدينا نقول اللايك المتين اهو. حلقه النهارده زي ما قلنا اعداد احمد مشعل معانا، طبعا غيرنا لكم الصوره عشان لما جت ودان وقال لك انت بتتريق عليه. يا عم يا راجل والله طيب يا عم، انا جبت لك صوره تانية ليه وهو قاعد في المكان المفضل وحاطط لك لوجو الزمالك وراه، شوف النقد عليه ايه. طب انت حاطط صورته ليه اصلا؟ انت فاهم انا بحطها ليه؟ ها؟ علشان ايه؟ وبحطها لي في الكومنتات انا بحط صورته ليه؟ ثاني بس نقرب ده هنا شويه عشان ادغدغ لكم الدنيا. جاهزين؟ شغل النهارده، في شغل النهارده، في البان. تحب الكوكواوا ولا بتحب اللبان الدكر؟ نقلب نخلي ده شويه، ماشي نخليه شويه. تحب انهي البان؟ يعني انت مثلا كلت ايه؟ تشيكلس مثلا، كوكواوا، كلت البان دكر، كلت البان سماره، كلت البان ترايدنت، كلت ايه؟ اي البان انت، اللبان اللي هتشوفه النهارده ده البان بتاع واحده بتاخد فاهم دش في حمام السبتيه. انت هتشوف شويه حاجات انت ما تفهمهاش، مش هتفهم اللي جاي. يعني اللبانه اللي جايه دي بتاعت مش عبايه، هي احنا عدينا العبايات. ليه سميتها لبانه؟ عشان انا معايا واحد هو انا سميتها له لبانه، واحد بس، واحد. سميت الحلقه كلها على سكرينه واحده والباقي كله ضحك. يلا بينا نخش نضحك على طول ما نضيعش وقت، يلا بينا ونبدا في اول سكرينه معانا. وميدو في اجتماع، بص دي انا اللي ردت فيها بقى، انا جاهز، انا مش محتاج ارد دلوقتي. بص، ميدو في اجتماع مع رابطة الجماهير المصرية منذ قليل، دي صفحة الإسماعيلي، بيقول لك لست متفاجئ من وجودكم لدعم جماهير الإسماعيلي على الجمهور. يعني الأندية الشعبية كلها إيد واحدة، وإحنا علاقتنا طيبة بجميع الأندية مثل المصري والاتحاد والمحلة وأسوان والزمالك والأهلي. إزاي تقول كلمة الأهلي في قعدة تيجي لهم الأورجازم، تيجي بقى تقول أهلي في إسماعيلية ولا في عند جمهور الزمالك؟ بيقول لك أحد الجماهير بعد ما هو قال كده ميدو، احد الجماهير قام بمقاطعته، قال له لا حاسب كلامك يا كابتن، احنا ما بنحبش الاهلي ولا عمرنا هنحبهم، الزمالك ولاد عمنا وكل الانديه الشعبيه على دماغنا. انا ربي كان هو تحته. قلت له القلوب عند بعضها والله، نفس احساسكم بالظبط لما تهبطوا بامر الله. ايوه طبيعي يا ابني، انا ما قلت على فكره مش مصطيع. في حاجات كده انا ما بستغربش لما بتحصل، الناس بس بتبقى عايزاها تعملها بوم. ايوه هما ما بيحبوناش يا جماعه، احنا عارفين جمهور الاسماعيلي ما بيحبش الاهلي، عارفين عارفين ده، كل ده عارفينه كويس، والمكنون جواهم عارفين. طب الزمالك يخسر ويشتموا بعض في المدرجات ما عشان يغزوك انت؟ انا ده اللي قايله لك بقى، هما في المدرجات لما الزمالك لعب الاسماعيلي شفتوا بيعملوا في بعض ايه؟ سيبك من الزمالك بيروح الاسماعيليه والجو ده، لكن هما في المدرجات ما بيتقوش بعض، عارفين ان هما بيضايقوا بعض وبتاع. امين، انا ما بعملكش اي حاجه. انا ما بعملكش اي حاجه لا في المدرج ولا بره المدرج، انا ما بعملش اي، انا بحبكش خلاص. فما تحبش تمين عشان تحبينه. يعني لما الزمالك مثلا يقول لي ما بحبكش نبتدي نخش في نكش مع بعض وبرده ما يشغلناه، بس هل قال هو بياخد بطوله بيني باخد بطوله كده؟ انت مين انت عشان تكرهني ولا تحبني؟ يا عم تكرهني انت، بتكرهني يعني يا كتر ما الناس، خلي بالك لا تهبط بس، سيبك من حقي. انت ما بحب يعني انت ما بتحبنيش، ده هيخليك تقعد في الدوري يا عم؟ لو عدم حبك ليا يخليك تقعد في الدوري فما تحبنيش، بعديك هتهبط ان شاء الله بامر اللي بدون مقاطعه يا رب. لو الزمالك لو خيروني السنه تاخد الدوري ولا الاسم، يعني لو الزمالك ياخد الدوري ولا انت يا اهلي تاخد الدوري؟ لو مش عايز الدوري، عايز الاسماعيلي يهبط. يا اسلام عيب تقول كده، انت راجل اهلاوي. لا يا عم انا معدول مش اهلاوي، انا عايز دول يهبطوا اشوفهم درجه تانية، وبعد كده البطولات كده كده هاخدها. طب يا سامع هم ما يشغلكش ليه يهبطوا؟ مش عايز اشوفهم، مش عايز اتكلم، مش اسمعهم، يبقى ما فيش خالص، صفر زيرو كل حاجه، ويجي يلعبني ماتش هو اصلا ترتيبه اللي قبل الاخير يتعادل معايا. ايوه يا زمالك اديتك الدوري يا زمالك، فخر الدين مش هتعادل معايا واحد واحد. يا ابني انت مين يا ابني؟ اديت زمالك دوري ايه؟ والزمالك مستنيك انت عشان تديه دوري، انت روح فوت له. انت هتمثل
نخش بقى على ايه، على شعر الباط. يلا بينا. لعيبه الزمالك قبل ماتش مهم منزله صورها وهي بتنظف زي النسوان، لا مؤاخذه، لعيبه ما عندهاش دم ولا ليهم لازمه ولا حاسين بالجمهور اللي طالع عينهم وراهم، اللي طالع عينهم وراهم، يعني المفروض اللي طالعين عينهم جمع مضارع سالم، المهم يعني وراهم وبيدعمهم، بس انتوا لعيبه بنت وشتم، ما عندكمش نخوه ورجوله. بدايه تصحيح المسار، اللعيبه دي تتسرح، كفايه طبطبه بقى علشان جبنا اخرنا من اللعيبه اللي مش عارفه قيمه الجمهور ولا النيه. طبعا بيتكلموا على ان متضايقين، بيقول لك لعيبه منزله صور وهي بتنظف زي النسوان، هم دي غيره النسوان من بعض بقى، يعني عشان بيجي نسوان فغيرانين من الواد مصطفى اللي هو عارفين ان هم نسوان، فاحنا يا جماعه احنا معفنين، في اهمال جامد، فالنسوان بص بتغير من بعضها، دي غيره نسوان يا مختلط، انتوا مفكوش راجل اصلا، يعني انت لو انت فاكر ان هو راح يعمل كده مثلا نظافه يا سيدي، انما انتوا نسوان اصلا وحشه معفنه، فانتوا انضفوا اصلا ما تغيروش من الواد مصطفى. لكن انا عارف ان البوس ده هو غيره بس من مصطفى شلبي انه عمل كده وانتوا قاعدين معفنين. ده يا جماعه ده عادي، ده عادي، ده بيموس سكرينه في معلش يا جماعه دي طلعت بالغلط، انا اسف، ده كنا عشان نطلعها بس هي حته فيموس عشان ملك اللقطه معانا كتير النهارده. الحق ده. اللي بعده، لاعب المفروض ان اول لاعب بيشوط ضربات، بيشوط ركله جزاء، فبدل ما يضمنها ويشوطها في زاويه لا داخل يلعبها وشتم وبيضيعها، بس العيب مش عليك، العيب على الجمهور اللي كبرها في دماغك وفكرت نفسك النجم الاول. انت ده انت اسلام مهدي، طب انت قول ايه، وكل ده على حساب النادي بتاعهم بس، خلاص فوقنا بقى، مفيش حد اكبر من الزمالك، طول ما انت بتأدي في الملعب هنشيلك على راسنا، هتت ايه هنرفعك بس على مش عارف ايه. لا 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 لا، انت فاكرني مستغرب؟ تبقى مش متابع سكرينات يا حاجات وتلغي اللايك. لو انت فاكرني انا دي حاجات انا مستغربه تبقى انت مش متابع جاي، تبقى انت لسه شايفني مثلا من 10 حلقات، احنا دلوقتي الحلقه 147، تبقى انت لسه شايفني مثلا من اخر 40 حلقه، من اول حلقه ايه يا جماعه، من قبل اصلا ما اعمل برامج على الميديا. سيبك من اي حاجه، انا بقول لك انا عارفهم وحافظهم في حته شيكابالا دي بصفه خاصه، بقول لك ايه، قسما بالله هم نفسهم ما بيطيقوه، هم نفسهم ما بيحبوهوش، هما نفسهم مش هابلين ولا هاضمين وعارفين ان هو كتيان، بس هو كارت ليكو اهو، شيكا الاسطوره يا ابني. لا طب افتكر، خدي عندك بكره شيكا هيعمل لقطه، وقصقص بكره في لقطه، سواء الزمالك كسب، سواء الماتش خلص تعادل، سواء الماتش خلص بفوز الاهلي، اي حاجه هيطلع شيكا يعمل لقطه، وهم بعد كل الكلام ده مش هيشغلوا انه خرجوا من الكاس وانه مخلص وانه صفر وانه زيرو وانه ميت كرويه فيه، هيطلعوا يمسكوا ايه بقى؟ بص شيكا عمل لهم، رفع لهم الجزمه، شيكا عمل لهم ايديه، شيكا شاور تاني، شيكا قال لهم هوس، شيكا اتخانق مع حسين لان حسين هيطلعوا ايه؟ يملحسوا. اهو ده شيكا الحقيقه اهي، مش الحقيقه امضاء اسلام مهدي. السلام عليكم، اكمل بعدين. شيكابالا يذهب لسامسون اثناء نزوله لدعمه نفسيا. شيكابالا بيدعم سامسون نفسيا؟ ده شيكابالا عايز يروح مصحه. يعني هو اصلا محتاج يروح مصحه عشان حد يعالجه من اللي هو فيه، واللي يعني والتعب اللي مرض اللي من ناحيته اللي اسمه مرض النادي الاهليتيزم، عنده مرض اسمه الاهليتيزم، هو بيتعبه فبياخد له البوسه، ده اللي لازم ده سامسون هو اللي بيقول له انا عايزك تهدى كده، انا يعني احنا هنخرج النهارده وعندنا ماتش يوم السبت الجاي، فكك من اللقطات، اكيد سامسون بيقول له كده، فكك انا جاي اصلا من الدنمارك ومن السنغال ومن انجولا وسامع عنك انك تحلقطه، فانت ايه ده كده وفاهم، وجه في ودنه كده كبر له عشان ده اصلا فمين اللي يدعم مين يا عم. بص دي حلوه قوي يا جماعه، دي حلوه، انا هرش في عيني اللي اترفت، بص هيترفت. المهم بقول لك ايه، ارفع راسك، ده بكلم عبد الشافي، ارفع راسك وقف على حيلك، انت الامل الوحيد دلوقتي. هتقول لك تضحك عليا يا عبيط، اقول لك تمسك اللعيبه دي في اوضه اللبس، تعرف كل واحد مقامه، وتخلي اللعيبه دي كلها من اكبرهم لاصغرهم تستركل عشان انت ارجل ما فيهم والوحيد اللي بتحس فيهم. ارفع راسك يا شيفو، انت فوق راسنا. طب هو شيكا الاسطوره ولا ده؟ هو دلوقتي شيكا مضيع ضربه جزاء، فانا ما اقدرش كبيدج من فيها نسوان ان انا اكلم شيكابالا، الناس النسوان التانيه تقوم داخله تنتقدني،
فاجيب مين دلوقتي؟ واحد ايوه لو عارف، لو ده ما كانش شارك كان هجيب لك مين؟ مثلا الحقنا يا امام يا عاشور. لا ده امام عاشور لعب وحش. مثلا محمد عواد، الحقنا يا محمد عواد، فانت القائد دلوقتي. انت فاهم؟ انت فاهمني انا بقول ايه؟ اكيد فاهمني. ده دلوقتي بقى القائد. طب شيكا كابتن الفريق. طب ده الراجل ده مثلا لعب عندك 3 سنين وراح احترف 70 سنه ورجع بقى له سنتين ما بيلعبش اصلا. على راسي انا بحبه جدا. ما دغري اهو بحب محمد عبد الشافي، بحترمه قوي. اي لاعب في المنافس انا ما احبوش او بتاعنا ما اتمناش ان اللاعب يتالق عندهم، لكن الراجل ده راجل محترم، والمحترم يتشال على الراس. ده محترم حتى الان، لحد ما يبقى مثلا اعلامي ويبتدي يقصف الاهلي ويبقى في اتحاد الكوره فيبتدي يزور للزمالك. ما نعرفش عبد الشافي شيفو هيعمل ايه، بس ده راجل محترم حتى الان وعلى راسنا. لكن بص هما دلوقتي ده القائد. يا اختي بيت يا اخي، حطي ميك اب يا بيت، حطي ميك اب وغيري من مصطفى يا بيت. شدقي اللي بانا والمصطفى يا بيت غيري منه. دي مهمه قوي انا جايبها. ياسر عبد الرؤوف محلل التحكيم في قناه الزمالك طرد علي جبر خطا وكان لازم تدخل الفار لان الكوره فاول على الجزير، زي ما انا طلعت في اللايف قلت لكم اول ما الماتش خلص، اول ما المباراه توت 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 قبل ما نسمع اي حكام. قلت لكم انا ايه بقى؟ ولا شناوي ولا برجاوي ولا هندين شنكراوي. انا طلعت قلت لك ايه؟ قلت لك دي اصلا من الاول باين قوي ان هو زي احمد سامي في تدافع. ما هو هو بقول لك ايه؟ علي جابر كان في تلامس وهي طرد ووشه للجون. يا عم انا موافق على التلامس عشان انتوا بتحبوا اللمس والاحتكاك، انما دي مش لمسه اهي 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 يا باشا اهي اهي. دي ايه؟ يا دي مش ايه؟ دي مش فاول. المهم يعني انت بتكلم كده كده بجات الزمالك اللي كلها نسوان، بس انا اصلا جايب دي ليه؟ انا كده عشان اشكر الراجل ده لتاني مره. تاني مرة أشكر ياسر عبد الرؤوف محلل التحكيم في قناة الزمالك. الراجل ده يا جماعة نزيه، عفيف اللسان، محترم، حقاني. تاني الراجل ده ياسر عبد الرؤوف ده راجل محترم بس كده. ده اللي الاسكنيه ده عشان اقول على الراجل ده كده بس، حقاني ومحترم ما بيخافش. اسمعوا اللي بقول لكم عليه، انا شفته كذا مره عندهم، الصح بيقول عليه صح. او اللي انا شفته، ممكن انت تكون شفت له مثلا 200 فيديو مثلا بينتقد فيهم وبيقول حاجات هبد، صح؟ انا الفيديوين اللي شفتهم للراجل ده، الراجل ده مين؟ امشي امشي معلش انا اسف. الراجل ده بصراحة راجل محترم في المرتين اللي شفتهم. لو انت شفت له حاجة تانية اوحش انا معرفش، لكن اللي بقول لك من انا حكمي معنية، ما بحكمش بالكلام الناس يعني. نيجي للراجل ده بيقولوا له ايه بقى؟ يا ريت ترحمنا من قرفك وتعتزل اكراملك، مفيش اي نخوة اعتزل ليه؟ تعبيط يلا. مش يوم السبت في لقطة؟ ما في تألق يوم السبت. اسلام هيجيب جونين؟ هيجيب دبل كيك؟ هيلعب اصلا اساسي؟ عنده لقطة، عنده لقطة بإسلام. هو مش هيلعب أساسي، ولو لعب أساسي ولو نزل بديل خد دي، ولو ما نزلش فعنده لقطة. أنت عايزه يعتزل؟ اصبر، في لقطات جاية. يلا أنت أصلا هو كارت بالنسبة لك محروق ملوش لازمة. هو كارت بالنسبة لك أنت راميه. أنت الكارت ده تطلعه تعمل إزاي بيه؟ الأهلاوية ترميه على الأهلي كده. طب كورة؟ ما أنا كورة إيه ده؟ كورة ده مخلص كورة من سنة 2001، هو أصلا بدأ 2002، هو مخلص 2001، مخلص بقاله مثلا بتاع 23 سنه ولا 22 سنه، ما خدش حاجه اصلا في حياته، اربع دوري و65 كاس. بس دولي مفيش، جاب جون في غانا هو اللي صعدنا كاس العالم. ايه ده؟ ما انا كنت صعد في ماتش الكونغو برازافيل، هو جون شيكابالا اللي اصلا كان جون تعادل تقريبا. لسه عنده لقطه يا بت، انت يا بت لسه عنده لقطه، مالكيش دعوه بالواد ده. تابعنا شيك خصنا زي محمود علاء، عنده لقطه يخلصها ويعتزل. نسكت بقى. وانت فكرك انه حتى لو اعتزل هيبطل لقطات؟ ولا انت هتبطل تملحس وتبوس رجليه؟ هيخلص كوره وانت هتروح بعد ما يخلص كوره يبقى محلل او يطلع في برنامج يقصف النادي الاهلي؟ ايوه يا شيكا، كنت في الملاعب كده وحتى بره الملاعب حراق. افتكروا الكلمه دي وخدها للسكرين، وافتكر اسم الحلقه عشان شيكابالا بعد ما يعتزل، خليها عندك في الجاليري. قول دي اسلام مهدي قال بعد اعتزال شيكابالا. الناس اللي بتحب تقصص الكلام ده يا ريت تشيل الاهلاويه يا اخواتي. اسماعيلي ارمي. تعال نشوف دول عايزين ايه اخر الدوري ده. ليه اروح اجيب 2 ناشئين من الزمالك اعاره وجهزهم للزمالك واحنا عندنا عمر الساعي واياد العسقلاني، 2 من ولاد النادي والاثنين بيلعبوا منتخب مصر. احنا ضد صفقات الزمالك الكسر وضد ان يتقال علينا الزمالك ينقذ الاسماعيلي. شكرا للزمالك، مش محتاجين حاجه من حد. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني ما الواد لسه قاعد، انتوا ولاد عم. صحيح، استنى، مش انتوا ولاد عم؟ ما تخلوني اديكوا لعيبه مش كسر. ولا انتوا ولاد عم بس عشان الاهلي؟ 1-0 اسلام مهدي النسوان، 0-1 اسلام مهدي، 0 النسوان. ها ها، ده اللي بقوله. بتفضل تقولي كلامك مكرر، والله هكرره لك كل حلقه كل حلقه، لان هو كلامي الصح. كلامك بآخر، هو مش كلامي الصح،
كلامي الاخر انا ممكن ابدا ادخلك في تفاصيل ومين العسقلاني ده والزمالك هيديك لعيبه كاس مين هم اللعيبه الكاس انا مش خليش كل قصصكم دي بتاعه الهاري دي انا خبصكم اللي انا جايبه هنا انا جاي ابرز لك خبصك انا لا محلل ولا انا فاهم انا مالي انا راجل انا راجل فاهمك انا اسمي كده انا اسمي اسلامي الجامد الفاهم اهو شكرا مش محتاجين حاجه من حد الله مش كان في واحد كده قاعد يقول لك احنا الزمالك ولاد عمنا طب الاهلي لا ما بحبش الاهلي انيده ماله الاهلي عمل لك الاهلي الراجل اللي قاعد يعمل كده ابعتوا له دي قولوا لا مش ولاد عمنا مش عايزين لعيبه كسر مثلوا على الاهلي تعال نشوف ده عبد الرحمن خالد راجل اهلاوي جميل بيقول لنا ايه عبد الرحمن بيقول لك مره مذيع بيكلم احمد فتوح بيقول له هتظهر معاه في الاستوديو فاحمد فتوح قال له استوديو ايه استوديو تحليلي ام سابو جري بيس بيس يا بودي بيس لا استوديو تحليلي فاحمد فتوح جري محدش بيحلل لهم خلاص الفيل لجنه منشطات مفيش منشطات خالص بتروح هناك مفيش حد بيتكلم في الموضوع يا سلام لو كان الموضوع على الاهلي يا سلام لو بس كان هشام لاعب قال لك اللاعب ده بياخد منشطات كانوا كلهم جريوا على كان الصبح لقيت الحقن والابر داخله النادي الاهلي فين العيال كان الابر كده تمشي انت لو اهلاوي عايزين يدوا واحده في فاهم هيجروا وراك في النادي يا كابتن في انا مالي يا بنت اهلاوي تعالى اديك حقنه لكن بص هما طرمخ طرمخ بس بيس يا عبدو بيس مش عايز اتكلم انا ده حبيبي يا ابو احمد تعال نشوف احمد ونهتم شوف تيجي نتكلم جد على احمد شويه تعال نتكلم جد على احمد شويه خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى عسل خلاص عسل بقى نتكلم جد مش قادر صراحه يا احمد نفسي تعال نشوف بيقول ايه الاهلي يقال انه ماشي كويس مع انك لو بصيت لنتائجه هتلاقيه وحش وتراجع نتائج الزمالك هو اللي مخليه فارق بالصدام ماشي يا عم ده زي النيله واحنا عشان واقعين فانت واقف واحنا قاعدين فالقاعد المفروض يحترم الكبير ويقف علشان الوحش يحترم الاهلي واحمد عيد مع بوكس تو بوكس في تصريح في اي تي سي في الخلفيه في التلفزيون بتاعي كل الكلام اللي انا قلته ده كلام ملوش لازمه صح زي الصوره اللي بعد ايش يا عم مش مصدقك خالص يا عم مش عارف ليه هل اللي بحبك اللي بيحب حد بيبقى كلامه بالنسبه له عبسي هاني حزوقة بيقول حكم مباراتنا مع الزمالك حكم مباراتنا مع الزمالك من افضل حكام في مصر واتخذ القرارات التي يراها مناسبه دون الدخول في حسابات تتعلق بانديه بعينها طلبنا حكما اجنبيا لمباراه الاهلي ولم نفعل الامر نفسه لمباراه الزمالك وبيسالوه نحن نبحث عما نرى يضمن لنا العداله لاننا لا نشعر بهذا الامر وهناك مباريات لنا امام الزمالك طلبنا فيها حكام اجانب هاني سعيد احزق براحتك عارفين كرهك للاهلي وعارفين كل المنظومه بتاعتكو اتاسست علشان النادي الاهلي كل كلام الكلام النفاق ده وكل كلام التدليس ده تلفوه تعملوه في قرطاس وتحطوه في ودن اي حد لان كل الكلام ده كذب والكلام ده مش حقيقي وانتوا عارفين ان انتوا بتكرهوا النادي الاهلي وهيفضل النادي الاهلي سيتكم وفعلا كلمه الاهلي فوق الجميع دي بتضايقكم قوي 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 لانه فعلا فوق الجميع بمواقفه وباخلاقه ومبادئه وي 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 وبكرهكم انتوا اسماعيلي وزمالك وبيراميدز اي نادي المصري كل واحد يطلع ما بيحبش الاهلي يا ابني احنا عملنا لك ايه يا ابني احنا عشقناك في الضلمه انا عملت فيكوا حاجه وانتوا صغيرين يا جدعان ده انت ناشئ من الاهلي عملت فيك ايه نفسي اعرف العيال دي كانت في الناشئين ورا التتش كان اللي بيحصل عشان يطلعوا بالشكل ده يلا معلش يا عم هاني خليها تاكلك لا بقى انت كده جيت في لعيب كبير بقى كنا بنقول عليه انه مستقبل مصر عشان جاب جون في الاهلي في نهائي الكاس يلا بينا تخيل ياضي امام بقى دلوقتي ياضي امام يوم السبت بعد ما يجيب جون في الاهلي هيبقى نجم النجوم افتكره تخيل ياضي امام ان في ناس من الجمهور كانت بتشبهك بساسي حتى لو على سبيل الهزار يعني حتى الهزار ده من وحي الخيال لان ساسي اكيد افضل منك ماشي خلاص لان ساسي عند الجمهور كان في مكان كبير جدا في مكانه كبيره جدا وبما ان الجمهور الزمالك بيعجبه اللاعب المبدع وطبعا ساسي ده كان بيعزف مش بيلعب كوره تخيل انت ياضي الجمهور يبقى عنده امل انك تسد مكانه تخيل عيل زيك مش مقدر النعمة اللي ربنا مديها له وانه بيلعب في نادي من اكبر اندية افريقيا وهو عنده جمهور اهم حاجة في حياته وفي ناس ممكن تموت من القهر على النادي وناس يجي لها امراض وناس يتنكد عليها وبالتالي بيتنكد على اللي حواليك عشان عيل زيك بياخد ملايين ويضيعها في الهلس عشان ما علشان ما قضيه
زي ما قدرش تقريبا نعمة ربنا ولا مقدر المكان اللي هو فيه. والله يا ابني ده مش كلام مرسل، بس انت خسارة فيك كل جنيه بتاخده. انتوا ازاي بتستحلوا القرش كده عادي؟ ما تسترجل ياض يا عيل وتقدر النعمة اللي انت فيها. المصيبة انك عندك امكانيات تبقى لاعب كويس، بس عقلية طفل. استرجل يا ابني وقدر النعمة وحس بالجمهور. واحد يقول لي انت يا اسلام بتنتقد اللعيبه، مستغرب لان هم بينتقدوهم. انا بنتقد عادي، لان انا عمري ما ملحست كده، لان انا ده انا جبت لكم ليه سكرينات، لكن عمري ما قلت على قفشه انت يا قفشه مش عارف. ولا بعدين احنا بنقول عليه كده في ماتش مثلا زي القضيه، ده جاب لي بطوله يعني. حتى لو قفشه ده انا طبلت له زي ما بقول لك، طبلنا له سنتين بس عشان جاب بطوله مهمه منكم، يلا خدها من قلبكم فانا اطبل له. فلما يبقى وحش انتقده، ما بملحس زيك كده، ده ما جابش حاجه وكنت بتقول عليه بديل ساسي، مع ان ساسي ده اصلا برضه ما عملش حاجه. ده مش كده، عاملين يتتابعوا. انت خليفه ساسي، ساسي انت خليفه شيكابالا، شيكابالا انت خليفه حازم امام، كلهم صفار عشان بس بيعرف اتشكتا. حازم امام وكوبري البطولات ايه يا ابني؟ مفيش كفايه يا حازم، انتوا بتبيعوا اولادكم. شيكابالا وقع للاهلي. بص بيعملوا في امام ايه؟ اللي كانوا بيشبهوه بساسي، ولا ساسي عاء ولا ساسي، ولا ساسي ده حاجه ولا ده حاجه ولا اي حد في الزمالك حاجه، لان الناتج بطولات. انما اللاعب ومعاه 2 دوري وثلاثه كاس، هات لي اعظم لاعب. بيقول لك الغندور الاكثر لاعب في تاريخ الزمالك حقق بطولات، واخد هتلاقيه مش عارف 11 بطوله ولا 16 بطوله ولا هم دول اساطيرهم. فانت ده عملت منه اسطوره، بقى عمل ايه؟ معاه الدوري يا اسلام ومعاه الكاس واتنين صحابه من المعادي يعرفهم، ومعاه عربيه مرسيدس سود عايز يبيعها في سوق التلاتة. اي بيض عليه ولا بقى ياضي امام دلوقتي هيبوسوا رجل ويوطوا في حالتين، لو عمل لقطه في ماتش الاهلي، ولو ابتدى يمشي هيبتدوا يجمعوا له فلوس ويبيعوا صيغتهم عشانه. وبعدين كبيجي نسوان دي، فدول هيبيعوا حلقانهم كله، جايب له كبيجي نسوان دي النهارده. واحمد مشعل اللي مهتم ايه الدماغ دي. المهم، مفترض انك كابتن الفريق واقدم لاعب ويستمدوا منك القوه والروح. انت ما هو مازنجر، روح مين اللي استمدوه من ده؟ ده انت مش عايز اجيبه. بص، لكن اذا كنت انت نفسك ما عندكش روح، اوف 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 يح يح، عارف لما الكرسي تقوم واحد عضلات لك فيه خازوق فتقول يح، اهو دي اليح. انت نفسك ما عندكش روح ازاي؟ يلا مش ده الاسطوره؟ الصوره لو رفع في وشك الجزمه يا اهلاوي، اسلام مهدي الجامد 1 النسوان 0، وبتلعب لعب موظفين هيلعبوا بروح لمين؟ يا سلام يا اسلام يا مهدي، والله نفسي انا ادي نفسي لايكين. يلا اللي بعده، بقالك كذا ماتش كل ما بتنزل ما بتعملش حاجه، وبتشغل دماغك بالجمهور المنافس، ولسه بيعرفوا يستفزوك ويطلعوك بره الملعب رغم انك كابتن وخبره. ده انا هفضل ادي لنفسي 1-0 كتير يا جماعه. البوس ده والله ما انا اللي كاتبه، والله ما انا اللي كاتبه، هو اللي كاتب او هي اللي كاتباه بجين نسوان. مفيش سيطره على اوضه اللبس. اوضه لبس مين يا ابني انت؟ في حاجه كمان على اوضه اللبس عندهم، امير عزم جاهد حط لهم صوره قبل ماتش الاهلي والزمالك عشان يعني ما نجيلها، بس اصبر عشان اوضه اللبس دي يجيبوا سيرتها كتير، واحنا عمرنا ما شفنا الزمالك عنده اوضه لبس ولا في سر في اوضه لبس الزمالك. خدوها من الاهلي برامج، ميدو عمل برنامج اسمه اوضه اللبس عشان كلمه اوضه اللبس دي اتقالت في النادي الاهلي. يلا ماشي، مفيش هزار. فوت لبس واللعيبه في الملعب بتشوح لبعض في وجودك، هو مين اصلا ده؟ ده بياخد 50,000 جنيه من الناس عشان يلعبها وحد مقدره، وده بيقول لي زيزو تعالى احتفل معايا فينوس، وهو ما بيعملش اي حاجه لقاطي، لعيب لقطه والجس بكره في لقطه وافكرك. حكام بتظلم وبتيجي علينا، بدل ما تطلب ان الحكم يرجع للفار بتعترض بحنيه وطبطبه. السنه اللي فاتت كنت مؤثر، اسيستك لبن شرقي وجولك التاني بخلاف لمساتك، كل ماتش كانوا عوامل مهمه في حسم الدوري والكاس. ده يا راجل حسم لكم وزيز؟ طيب لا زيز مش مهم، هو شيكابالا. شيكابالا حسم ايه؟ ما بيعملش حاجه، ملوش لازمه. حاضر، فوق يا شيكا وفوق اللعيبه، الجمهور استحمل كتير وبيلف وراكوا في كل ملعب، لعبوا برجوله وكفايه دلع واستهتار وكفايه شلاليه وتربيطات واحزاب، كفايه مش عارف ايه شتيمه طبعا في الملعب، ومحاولات تطفيش المدرب اللي شفناها قبل كده وبتتكرر تاني. انت متخيل؟ بص يا صاحبي، انا عايز بسك تركز معايا بالله عليك. طبعا انا اسف على الكلمه دي، انا عايز اداريها باي حاجه يعني، بس ما تركزش فيها. بقول لك ايه، انت متخيل هو اصلا عارف ان فرقته فيها كده ولسه بيوجه كلامه للكابتن، بيقول له ايه؟ كفايه استهتار ودلع. ماشي، استهتار ودلع، ممكن لعيبه النادي الاهلي تكون مستهتره وبتدلع، وده في الكوره وارد، مش ما يعيبش تقرص على اللاعب بس مش وصمه عار. لكن لما تبقى عارف ان لعيبتك في شلاليه وتربيطات واحزاب
وكمان كلمه زي دي، فانت سايبه بقى وبتقول عليه اسطوره. طب الراجل عامل احزاب وشلاليه واسمها ايه دي واسمها ايه وتربيطات، ما هي تربيطات دي اللي هي فلوس يعني وعملات، وبيقول عليه اسطوره. وهيجي يوم السبت بكره افتكرها مني انا، تعادل الاهلي او فوز الزمالك او فوز الاهلي ان شاء الله، في حلقه بقى حلقه بالليل ان شاء الله هقول لكم كل التوقعات والتشكيله ان شاء الله متوقعه واللي انا اتمناها، مش المتوقعه اللي انا اتمناها للنادي الاهلي، وهنتكلم على المباراه بشكل مختصر جدا ان شاء الله. بس بكره هيعمل لقطه كل ده هيتعمل عليه باستيكه كده. ليه؟ لانه ضايقك وانا هكسب بكره وهفكرك. استاذ حلاوتهم على فكره، انت عارف الدكتور اللي عمل لمصطفى شلبي الليزر في باطه؟ اكيد هو الاستاذ ده، بس خداله فتله. فرحه بل وشماته وشماتت معظم جماهير الاهلي والمواقع الالكترونيه اياها مع كل تعادل او خساره للزمالك، وده اكبر دليل واعتراف على عظمه وقدره ومكانه وهيبه حامل الدوري والكاس في اخر سنتين. شماته في المقص. انا يا جماعه نشوف، انا لسه اشوف شعرايه فيها يعني، انا عايزين نشوف شعره بس يعني، فاهم؟ ناعم. ماشي يا استاذ ناعم، انا خلاص انت كده بالنسبه لي بقيت استاذ الناعم، وان شاء الله الايام اللي جايه نجيبك للفت الانتباه. عايز ايه؟ شماتت ايه؟ على الاقل انا لو مشجع وبشمت والزملكاوي بيشمت فيا كمشجعين وكبيتجات، اسمنا جمهور بننكش بعض وده حقنا، انما لما اطلع في منصه وابقى ماسك مايك بكلم بيه ملايين وصوتي بيسمعه ملايين على بين سبورت، المنصه اللي والله لا اعلم ما هي الموهبه اللي فيك انك تشتغل في قناه الدوري والكاس وبين سبورت تاخد فيها ماتش في السنه، نفسي اعرف ايه موهبتك قسما بالله يا كابتن. انا إيه؟ واحنا بتقول احنا اللي بنعمل شماته يا كابتن، انت بتغل وانا اسف وحواجب والبانه ذكر لبانه ذكر لبانه انتايا، بتبقى ماسكه المايك وانا مش عارف ايه حصل ايه، وتلقح وترمي كلمه على الخطيب وكلمه على الاه، وبقول لك انا ده انا قلت على ابو تريكه انه الحلواني، قلت عليه انه الحبار، ده بخ السم في العسل. انا ممكن ايه افضل اقول لك ايه مثلا، الزمالك ده حبيب قلبي ابن الجزمه، هو 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 الحبيب الزمالك اه يا ابن، وابقى كده. ما انت كده ليش ده شغل؟ لكن انت مش دغري ولا عمرك كنت دغري. سيبك من كده، ايه الموهبه اللي عند حضرتك؟ اقسم بالله العظيم انا ما بتكلم عليك كزملكاوي واهلاوي، انا بنتقد الكوالين اللي ما بشوفوش معلق بيعجبني، منتقد ايمن الكاشف مع احترامي ليه وبحبه جدا وبحترمه كشخصيه، بس ما بيعجبنيش انا التطبيل الزياده للاهلي ده. اهو انا اهلاوي اهو، اهو ما بحبش كده، ما بكره كده خالص، بحبه هتنبطيشه. كنت بحبه وفين سبورت اول ما ابتدى يبين يقولوا خلاص، بلال علام عمري ما سمعته الا في مصر، قال لك كان شغال مش عارف ايه وخبره من سنه 1000 وكريازي خبره من سنين وشغال في الخليج، ما سمعتوش الا لما جه هنا، وما بحبش تعليقه لانه بيحب الزمالك وبيبان قوي ده. بس انت ايه موهبتك؟ ماشي يا كابتن خلاص في المقص، اقسم بالله انت موهبتك دي لا في المقص ولا في العارضه، بره في السماء. يلا خالد لبانه اتسمت الحلقه البنا لاجله. الاهلاويه بيحتفلوا بعوده كهربا وكانه انتصار على الزمالك، رغم انه مش طرف زي ما بيقولوا، وده بعد ايقاف 6 شهور وغرامه تخطت ال 80 مليون جنيه ولجنه انضباط يوم 2 فبراير وقرار جديد والفلوس لم تدفع. ايه الحلاوه دي؟ في مالك شدقي وقعدي كده، حتى انا مش عارف انتقدك بيه، لانك فعلا مع انت فاضي مش فاضي، ما مش لا انت فانت شغال في كل المنصات عشان بيجيبوك عشان حركاتك دي يا كابتن. والله العظيم يا كابتن خالد اقسم بالله العظيم حركاتك اللي بتعملها دي ما يعملهاش، يستحي يعملها نسوان المختلط، يعني عارف النسوان اللي في فيديو المختلط، والله يستحي يعملوا حركات انت بتعملها دي. غريب، وشفناك زمان بتترقص وعلى طول بتطلع تترقص، ويا كابتن والله تعرف كل اللي بيجوا في قناه الزمالك ما بيطيقوش الاهلي، شوف ما بيطيقوش الاهلي ازاي. والله العظيم انت الوحيد يا كابتن خالد اللي وشك يا عيني باين عليه ان انت بتستفز بسهوله قوي، وش كله غل وحركاته ورياكشنات. والله العظيم سيبك من كلامك صح، احنا ما يتوقف، سيبك بقى من الكلام العبيط ده خلاص زهقنا منه، سيبك من الكلام ده. هو بيتكلم خد الغندور وشه، وتلاقي رياكشنات وشه كده اللي عايز يقول له اهدي 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 يا بنتي اهدي اهدي. زي ما قلت لكم لو انا كنت في اللوكيشن وانا شغال عامل نظافه هناك في اللوكيشن وبكنس كده مثلا اللوكيشن للزملكاويه، ما عنديش مشكله خالص عشان مهنه شريفه اعمل كده، بس لقيت ده بيعمل كده وجايب المقشه ومديله على طيقه على ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني ده، اقول له ستوب في ايه مالها دي، قال له انت مين يلا عشان تفتح بقك اقعد ساكت يلا انت كمل شغلك، ومش هكمل شغل مش قابل اقعد في استوديو في حد عمال يشدق كده وشه باين يعني، حتى بيجيب ضيوف ما بيحبوش الاهلي اقسم بالله ما حد بيبقى زيه في الغل ولا ازاي ده بيتعاملوا مع الاهلاويه اقسم بالله العظيم، لسه اشوف اهلاوي بيعرف يتعامل معاه ده باحترام او بيحترمه او بيقدره من كميه الكره اللي هو بيكنها للاهلي.
انا هشجع الاهلي في ماتش سموحه عشان يلعبونا في النهائي، اصل البطوله على قفا الزبون بيكون ليها طعم تاني، خرج من الكاس. بس يا بنت احترمي نفسك، وكل اللي بنا بعيد عني، كل اللي بنا في السطح كده وانت بتنشري. يلا توري تمرين بلا هدف، لا بالعكس تمرين باتنين اسيست وجون، ويا عالم بكره هيعمل فيك. معلش يا جماعه دي نسبه الشحن بتاعت موبايلي وانا باخدها سكرين، يعني تمرين بهدف، لا تمرين بهدف وتمرين باسيستين، ده مش هدف بس، ده تمرين بهدف واكتب جنبيها واسيستين وشيل بيلا دي. الواد ده اقسم بالله العظيم يا جدعان، انا لا في سكرين دايما بجيب لكم سيره صاحبي مينا ده، لان مينا ده اكتر زملكاوي بغل قبل يعني بعد خد الغندور، يعني خد الغندور رقم واحد وهو بعديه. فمينا يعني اول ما شاف كهربا يشارك هو بيقول لي قبل، بيقول لي يا ابني مستحيل يشارك، قلت له الناس كتير قالوا ان هو ممكن يشارك. فشوبير يومها قال لك ايه، والله مشيت مع التسلسل ده، شوبير لقيته كتب كهربا في التشكيل الاساسي. هو شوبير يكتب حاجه زي كده يعني، هو عارف الدنيا جوه وفاهم الدنيا جوه ماشي على ايه. انت شوبير ده اهم من المدير الفني حاليا يعني، اهم من مجلس الاداره كمان، فشوبير عارف كل حاجه عن النادي المهم يعني. فشوبير قال ان هو هيلعب، فخلاص فعلا. وبعديها بنص ساعه من التشكيل نزل، فكهربا كل شويه انا متابعه بعت له حاجه، عايز لو وريتكم القصيده بس عشان يعني للاسف الواتساب دلوقتي على الكاميرا اللي بصور بيه، لو وريتك كميه الرساله اللي بعتها لي مينا بس عشان شاف كهربا في التشكيله، قال لي ما هو مش هيعمل حاجه وتعبان، نزل جاب جون، كان كل هدف يسمع اقول له اسيست اسيست، يقول لي اصل انا خلاص ما بتفرجش على الماتش. والله اول ما انتوا سامعني دلوقتي جاب جون. شوف بقى الصياح اللي كانوا عم، طبعا صياح الزملكاوي انتوا شفتوه، صياح مينا صاحبي ده بقى لوحده يسمع مديريه يعني فاهم، كل شويه ما بقتش اقول له حاجه، يقول لي يا عم ده قول غرامه مش مهم هيتوقف تاني، وانا باعت له ايه مش صوره انا صوره كهرباء هو بيعمل كده، يقول لي طب ما ترد عليا رد رد عاقل، اقول له حالا هرد عليك. انت بتتكلم على موضوع كهرباء ان هو 80 مليون جنيه وان هو هيتوقف، يقول لي اه ايوه صح ايوه رد بقى، اقول له بس كده والله العظيم. يقول لي اسلام رد، انا عارفك هتفضل تبعت لي دي، قلت له يا ابني انت عايز ارد عليك رد منطقي ابعت لي فويس، هرد عليك رد منطقي بص الصوره اللي جايه لي بس كده. هناخد وندي يا مينا، احنا اصحاب اه، لكن في الكوره وجدال اهلي وزمالك معاكم انت عارف انا قافل القصه دي، احنا بنضحك عليك واتكل على الله بس كده. منتصر الرفاعي معرفش مين ده اصلا، اه عارفه خلاص عارفه، منتصر الرفاعي، وانا بقول لكم مش هيلعب غير لما يدفع وبطلوا هري. ما دفعش ولعب، هيتوقف 2 فبراير مش مشكله، المهم كلامكم كله طلع كذب، الواد لعب واداكوا حته نيني نيني. يلا سيذكر التاريخ ان عبد الله السعيد مضى للزمالك سنه 2018 وهيلعب في الزمالك سنه 2023، صفقه القرن بقى لها 5 سنين تطبخ على نار هادئه قوي، ده فعلا دي نار هاديه خالص. بعدين يا جماعه سيبكم من كده، عبد الله السعيد مجازا او بالفعل ده احنا معانا واحده يا جدعان لطارق السيد لازم تستنوها، هتاكد ان بقى احنا مش اسلام مهدي جامد، هتاكد ان كلنا جامدين زي ما بقول لكم، انت بتتفرج عليا يبقى انت جامد مش انا اللي جامد، كلنا جامدين. عبد الله سعيد لو راح لك هيفيدك بيه اصلا يعني، عبد الله سعيد لو وقع للزمالك ما هي الاستفاده الفنيه اللي هيستفيدها منه يا ابني؟ بقول لك الرك على القالب، دايما نقول كلمه كده عندنا في مصر، الرك على القالب يعني الرك على الاساس. عبد الله سعيد جه الاهلي ونجح عشان هو في منظومه النادي الاهلي، والله نفسي يروح الزمالك هو رمضان، مش هقول لك بقى عشان الجمهور يحمي، ما حدش عارف يا عيني غلابه يا عيني، اول واحد فتوح حشاش جمهور الزمالك عارف يحمي فتوح. الزمالك يصلي على النبي. خلاص عبد الله رايح له يلعب سنه واحده ماشي عشان اسمه يعتزل في الزمالك ماشي، رمضان رايح ماشي، الرك على القلب والله هوريكم فشلهم هناك هيبقى عامل ازاي، وهوريكم الجمهور هم دلوقتي نفسهم عبد الله يجي، طبعا ده راجل اهلاوي اللي كاتب كده باين يعني. وبعدين الراجل ده لو راح ولعب سنه انا اوريك السنه دي يعملوا فيه ايه، اولا طبعا يعني هيهنوه وهقول هو ده اللي احنا كنا عايزينه، هو ده اللي احنا كان نفسنا فيه، ده لعيب مخلص، احنا ازاي نجيب لعيب عنده 48 سنه، ازاي 48 سنه نجيب، احنا كنا بصينا لرمضان صبحي احسن ما مش عارف. افتكروا الكلام ده، واللي سامعني يحط الكلمه دي في دماغه هيفشخوا عبد الله لما يروح لهم، افتكروا كان في واد اسمه اسلام مهدي اهبل كده فاهم، ما بيجيبش مشاهدات خالص بس قال الكلمه دي هيبهدلوه. افكرك قبلتي الاعتذار واجب دي بقى اللي انا سميتها البنا عشان دي، بقول لك ايه الاعتذار واجب لجمهور الاهلي العظيم ولمسؤولي النادي الاهلي والاعلامي مصر الرياضيين بسبب تناول الاعلام الخاطئ على موضوع كهربا، وساعتذر على الهواء حالا في قناه الزمالك حالا. فطلع انتقد جمهور الاهلي وجاب لنا بقى عدل القيعي وبقول على مش عارف مين هارب الحضري، وجاب شوبير وبقول على الحضري هارب، وجاب مش عارف عشان كوليبالي قلنا عليه هارب، قعد يشدق تشديق يا جماعه، اول بقى ما طلع عشان يعمل الترند ومشاهداته تجيب مليون مشاهده
بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعتذر للنادي الاهلي، ويقعد بقى وهو بيتكلم هعتذر للنادي الاهلي، هعتذر للنادي الاهلي لان انا اخطات في حق النادي الاهلي، هعتذر في حق النادي الاهلي يا جماعه اعتذرت. تعالى بقى اوريك عقد القيعي. قال يعني انا خلاص كنت هعتذر، بس انا مش هعتذر، ده انا هفلق الاهلي. لبانه، خد معاني اللبانه دي بقى براحتك. هي كده اسلام، ده رد عاقل والله العظيم، هو ده الرد، لان هو ما قالش اي حاجه اعلى، لان ممكن اجيبه لكم هو نفسه ما كان بيقول على شيكابالا هارب، ودلوقتي بيبوس رجله وشاف شيكابالا يجري، ده يترعب من شيكابالا. ده انت متخيل خالد رمضان لو عدى من قدام شيكابالا يجري من قدام شيكابالا كده، مش يد شيكابالا يخبطه بالبي ام بتاعته البيضة ينتشوا بيها. فانت قلت على شيكابالا كده، فانا عمري ما اصدق واحد منافق او مش منافق، من النفاق دي اصلا كلمه يعني فاهم ده كده، انا يعني شوف المنافقين اصلا في الدرك الاسفل من انت مش منافق بقى، انت لبانه بس كده. دي اللي الحلقه اتسمت لبانه، انت متخيل الحلقه كلها اتسمت عشان الاسكندي اللي بعد. بص دي بقى يا جماعه، معلش احمد منصور كوريا، سيكم انا ميمي، يا اسمي ده احمد منصور يا جماعه، ده راجل حبيبنا من كوريا، اهلاوي جميل. طارق السيد كان عامل لايف عنده على الصفحه بتاعته، تمام؟ طارق السيد بيقول لك ان احنا عايزين نعمل زي ما بيراميدز عمل مع الاهلي قبل كده، وان احنا نجيب عبد الله السعيد قبل ماتش الاهلي والزمالك، ركز، نجيب عبد الله السعيد قبل ماتش الاهلي والزمالك بتاع بكره، ونسجله مثلا الخميس امبارح او الجمعه، يعني الجمعه مفيش حاجه، بس عادي مع مرتضى منصور يقدر يفتح اي مكان يسجل فيه اي حاجه. فقال ان احنا نجيب عبد الله جمعه ويلعب مباراه الاهلي ايه اللي هي السبت، اللي هي مباراه الاهلي والزمالك اللي هي السبت، واو ممكن تحصل لو كان مضى ممكن يلعب صح ماتش السبت، بس هو يلعب ازاي وهو مطرود في اخر ماتش لعبوه في الدوري، مع اخر ماتش بيراميدز لعبه في الدوري عبد الله سعيد اتطرد. بص تعالى بس نقرا انت هتفهم. فطارق السيد بيقول كده، فاحمد منصور بيقول لي، بيقول له يا جاهل بالمعلومه، عبد الله سعيد مطرود اخر ماتش في الدوري. طارق السيد قبل ما يمسح الكلام ده قال ايه، ده هو صفحته اهي كلها لا فوتوشوب ولا على نعمل الكلام ده، والكومنت ده جالي كده زي ما هو. طارق السيد بيقول له ايه، بيقول له والله انت اللي جاهل، الطرد في بطوله الكاس لا يمنع اللعب في، لا يمنع اللاعب من اللعب في الدوري، بقول لكم بتشجعوا بظهركم. هو ما يعرفش السنه، بس بيقول ايه الطرد في بطوله الكاس، فهو بيقول لي يا اجهل من الدب، يا اجهل من الدبه، الطرد في الدوري اللي اتطرد في الكاس في ماتشكم كان علي جبر، بيقول له يا جاهل كان علي جبر، والتغيير كان عبد الله السعيد مش طرد يا جاهل، هو كان فاكر ان عبد الله السعيد في ماتش الزمالك اتطرد. بيقول لك احنا بنشجع بظهرنا، هو مش فاهم حاجه اهو، هو فاكر ان عبد الله سعيد في ماتش الكاس، بيقول له يا جاهل ماتش، طارق السيد بيقول لاحمد، بيقول له يا جاهل ده طرد في ماتش الكاس ما يمنعش من اللعب في الدوري، هو كان فاكر ماتش الزمالك وبيراميدز الاخير مش علي جبر اللي اتطرد، كان فاكر ان خروج عبد الله سعيد، عبد الله سعيد كمان اتطرد. وامسح، هو مش فاهم حاجه، ما يعرفش ان عبد الله سعيد اتطرد في اخر ماتش في الدوري، فهو فعلا اول ماتش للبيراميدز في الدوري ده، لو هو كان شارك مثلا الماتش بتاع امبارح اللي بيراميدز كسبه الفاركو، لو كان خلاص كده عبد الله سعيد المفروض ايقاف منتهى لو كان شارك، فهو لو هيلعب مع الزمالك هو مطرود، هو مطرود. اه بس بقول له طارق السيد، مش طارق السيد يا، مش مش طارق السيد، هم كلهم كده اللي بنشوفهم على الميديا يعني، عشان ده كلامنا دايما بيبقى على بيجات الزمالك وعلى الناس اللي بنشوفها مش على كل جمهور الزمالك. بص هو ده طارق السيد، شفت انا اللايف بتاعه مش فاهم حاجه، وقاعد مش عارف مين اتطرد فين، مش عارف عبد الله السعيد كان فاكر ان عبد الله السعيد في ماتش بيراميدز اتطرد، يا ابني ده طالع تبديل عادي، هو بدله علي جبر اتطرد فهو اتبدل عشان ينزل لاعب تاني اللي اسمه اللاعب، اللاعب لاعب مساك مش فاكر اسمه ايه اللاعب، عشان يلعب مساك المهم يعني طارق السيد او غيري. اه بص هم دول زي ما كان ده طارق السيد، ده المفروض ده بيجي له برده مشاهدات بالالاف يعني. بس دي جميله قوي. صحفي عبر قناه الزمالك، لا مش صحفي، هو ده مش فاكر اسمه ايه، ده راجل ده اهلاوي، ده اهلاوي والله يا جماعه، بلاش ده اهلاوي، والمصحف دول اهلاويه يا جماعه، يا جماعه كريم ابو الحسن اهلاوي يا جماعه، ده كان مراسل في قناه الاهلي، وده اهلاوي الصحفي ده، وده اهلاوي، كلهم اهلاويه، ما علينا تمام. ايهاب الفولي، ايهاب الفولي الاهلاوي ماشي خلاص. بيقول لك ايه بقى الصحفي، بيقول لك الزمالك نادي وطنيه وكرامه وصاحب مبادئ من 1907، وهو صاحب مبادره تمصير الانديه. لا الزمالك 1907، لا يا لا 1907 ده اعتقد كان بيراميدز، اللي انا فاكره يعني، انا اللي يجي في بالي دلوقتي ان بيراميدز هو اللي كان 1907 تقريبا، او نادي ايه، او فاركو يعني، هو يا فاركو يا بيراميدز 1907 مش الاهلي. يلا دول يا جماعه اللي بيبخوا علينا سموم، هما هما دول مش فاهمين حاجه. الاهلي، الاهلي يجوا الاستوديو، فين الاهلي، فين الخطيب، الدور ال13 يا خطيب، مكالمتك يا شوبير، هات لي صور العيال دي نهددها،
يلا العيال السيكا ياخدوا ويقطع عشان نهددهم نعيشهم في خوف. طب انت بتفهم ايه؟ ما بفهمش، انا واخد التعليمات كده. 1907 اللي بعده. مفيش ذل عندي اكتر من ان بيجات الاهلي منزلين خبر ان كهربا ينفع يشارك في ماتش سموحه، فرحانين بيه وهم من جواهم عارفين ان كل ده بلح وان الواد هيتوقف علشان لسه ما دفعش. ذل وانت شايف لعيب اشتراك ايه؟ ذل وانت شايف لعيب اشتراك ايه؟ اشتراك ايه؟ اشتراك وانت بعته وعامل بعته وعامل عبيط، اشترك مش عارف حاجه، اشترك وعامل العبيط. ذل ما بعده ذل وانت مش قادر تقول اللي ماسك النادي الخطيب عيب عليك وعلى النادي اللي ماسكه انك تخلي انك تخلي وتغدر بلعيب تخلى ماشي، تخلى وتغدر بلعيب اشتراك. ذل وانت شايف لعيب اشتراك وانت بعته، معلش يا جماعه انا اللي ضايع في دي، معلش، بعته وعامل عبيط. ذل ما بعده ذل وانت مش قادر تقول للي ماسك النادي الخطيب عيب عليك وعلى النادي اللي ماسكه انك تتخلى يعني وتغدر بلعيب اشتراك، وروح ادفعله بدل ما يبقى شغلهم الشاغل الدفع، بقى شغلهم الشاغل الولا كهربا هيلحق يلعب قبل ما يتوقف تاني ولا لا؟ بس هي دي النهايه اللي تليق بكهربا وتليق بالاهلي مش عارف ايه الخاين، تقريبا طول عمره هيفضل مرمي كده، وتبقى امنيه حياتك تلحق تشارك ماتش ولا اتنين قبل اعتزالك والحجز عليك بعد كده. هي 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 تقريبا 18 هي 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 تمام. والبوست ده جميل قوي، وبيقول لك ان احنا هدفنا ان اولا كهربا شارك، انت بتقول ان هو كان حلمنا ان هو يشارك فهو شارك بالفعل، وانت بتقول حلمنا يشارك ماتش او اتنين. عندم فيك. مشكله كهربا، انا مالك يا نادي الاهلي، اشتراني الواد اشتراني ومفروض النادي الاهلي يدفع له، قصه انا مش هعرفها كمشجع. انما كهربا شارك وتالق، النادي الاهلي شاف ان في ده لعيب مهم ولعيب ان انا ممكن ادفع له، كهربا اكيد بعد تالقه هيدفع. يشارك ما يشاركش دي انا ما تبقاش في ايدي انا مشجع، وما تبقاش بغلطه لاعب هتعيرني بيها. لعيب اداك على قفاك او جه ظرفك مثلا الم اداك زغروف كده وجالي وتف عليك ومشي، انا تعالى يا ابني في حضني يا ابني انت حبيبي، انت كهربا انت حبيبي. والله اللاعب وحش، لعب وحش، كلنا كنا بنقول عليه مستوى وحش، والله رجع وتالق لاعب حلو جاي يلعب ماتش بكره الزمالك سواء يشارك او مش هيشارك، شارك ولعب وحش نقول عليه انه وحش، شارك ولسع على الجونه نقول عليه انه حلو، اتوقف يوم 2 فبراير مش بايدي انا كمشجع. انما انت زارتك كله وانه قعد اسبوع دلوقتي ما وراكوش غير كهربا، هو ده اللي احنا كنا عايزين نشوفك بتتنطط كده، شوفك جوه القفص عمال احنا بس ده اللي احنا كنا عايزين نشوفه بس، وشفناكم كلكم عمالين وتيجوا على الشجره وتنطوا من ديل دي ونرمي لك موزه وانت ما خلاص ده خلاص عرفنا خلاص ده تمامك خلاص شفناك بتتنطط خلاص هو ده اللي احنا عايزين. طب ايه ده؟ طب انت مش عايز لاعب يفيدك؟ لا ما هو فادني كمان ما هو فادني. ويا عم الله يرجع الراجل فعلا اداؤه كويس، اوكي اداؤه مش كويس يلا يا باشا اتفضل امشي من النادي، يا دي الكوره. وبعدين اصل انت الكهرباء ده هتبدا، اصل الكهرباء ده اقول لك حاجه، لو اتدفعت له العقوبه الغرامه سوري والواد شارك وقعد يلعب وحش هتنطق، بس كهرباء قول لي دفعته 80 مليون جنيه في صفقه فاسده، انا عارفكم شغل الحريم واللبانه وانتوا كلكم مسؤولين. كهربا مثلا لو دفعت، هو كهربا مش عارف يدفع 80، قلت لكم كهربا يدفع 80 مليون، هيكلم ناس من النادي، هيكلم الفلوس اللي معاه، هياخد من ده هياخد من ده اصحابه اللي في هياخد عشان يجمع ال 80 مليون ده، اذا ما كانش معاه 80 مليون يعني هيجمع الفلوس. يابا يجمع فلوسه كويس قوي يدفعها، انت هتسيبه يعني لو دفع فلوسه بعد مثلا 10 سنين؟ كهربا مثلا بعد 51 سنه واعتزل، بص اللي اعتزل، بص النادي الاهلي رماه يعتزل وهو 51 سنه هو لسه يقدر يلعب لل 60. انا فاهمكم، انت فاهم قصدي يعني، هو كده كده مش هتحله، فتوقف ما توقفش، المهم انه لعب وخزوقك هو ده اللي يهمني. فنشوف بيقولوا ايه في ايمو ايمو ايمو، لا 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 في شتيمه، في شتيمه يا جماعه، في شتيمه عيب، نخلي بالنا يا جماعه شويه بقى. بقول لك كميه اللي مش عارف ايه اللي اللي بتعلي فيها على نفسك كل ماتش تستاهل عليها جايزه. انت قالها مش عشان لعبت موسم حلو تبقى عالي على الكوره ولا تنسى نفسك وانت بتلعب في الزمالك، لما مشيت عدل كلنا قلنا عليك هتبقى من اساطير الكرة في مصر، لكن رجعت تيت مش عارف ايه تاني، استحملنا شويه قلنا ماشي معاه، لكن رصيدك خلص فوق لنفسك واسترجل، بلاش شغل اللي مش عارف ايه ده في الزمالك اللي كنت بتموت علشان تلبس التيشيرت بتاعه، العب للفريق وفوق يا امان. هكرر اللي قلته لك واقول لك انه ما عندهمش اصلا والله العظيم، وحبيت جيم نسونا زي دي ما عندهاش كرامه
اول لقطه في ماتش الاهلي بكره هيتبس رجليه من كل الناس. ايوه كده، شوف التعنيف جاب معاك نتيجه. ما تعنيف اوكي، بس احنا ما بنقولش لعيبتنا كده، ما بنقولش يا دي اللي بت مش عارف ايه، يا دي اللي بتنخ ايه، ما بنقولش كده، بننطق نقول له انت ضايع. اخرنا مثلا نقول انا ونعمل كده ونعمل كده، يبقى ضحك، لكن ما بنشتموش كده بيه هو. الله، طب افرض دلوقتي تقلك، هتعمل ايه؟ هتعمل عبتك كزملكاوي. ليه رجليه؟ مشيها رجليه. مفروض انكم اهم اتنين في السكواد، مفروض كابتن الفريق اللي يلم اللعيبه ويخليها تسترجل، والتاني مبقاش مركز في حاجه غير انه يتعصب على الحكم ومستني كل لمسه في فاول. ها وبعدين؟ يعني كده خلاص ده الغطاس، مش كل لمسه في فاول، ولا انت مش عايز تقول غطاس؟ ما قلت لك انت كنت بتقول بيرمي نفسه. ده طبعا ده غطاس كبير، ده احنا عرفنا ده غطاس كبير من زمان، نركن ده على جنب، ده دي في افيه هيتقال عليه دلوقتي. انما ده يا صاحبي، ده يا صاحبي بلنتيانو اكتر لاعب بيمثل في ال 18 مؤخرا، مش غطاس. هو بيرمي نفسه اهو، مركز مع الحكم انه يتعصب الحكم ومستني كل لمسه بفاول. طب ما يعني قصدك ان هو بيمثل يعني غطاس؟ ما هو ابو تريكه كان بيمثل، بس انتوا سميتوه غطسه. طب ما ده اهو، انت دلوقتي بتعترف عليه ان هو غطاس، فزيزو غطاس، خلاص انا اعترفت بيه ان هو الغطاس الجديد. اما ده بقى لا، ده ملوش لازمه، عادي هنقلب ده، ده عادي مش هنقول عليه حاجه، خلاص قلنا عليه كتير، ده ملوش قيمه عندنا يعني. بقول لك منك لله مختل، منك لله لما تخلي موقع اصفر زي ده يقول علينا كده. هو قال عليهم ايه الموقع الاصفر؟ موقع الدراويش؟ لا لا لا، ده موقع اصفر تاني خبيث يعني. دي يقول ايه؟ الزمالك يقدم اداء هزيل منذ تطبيق كشف المنشطات في الكره المصريه. طب ما دي حقيقه. ايوه والله ده موقع صح، يعني موقع كشفك على حقيقتك. بيقول لك ان انت نادي كتيان اول ما لعيبتك ابتدى يتكشف معانا منشطات، ابتدى يبان زيزو مستواه هابط، امام مستواه هابط، فتوح مش هنشوفه تاني، عبد الله طبعا لازم يخسس. ابتدى نشوف اول ما عرفوا ان في منشطات. طب صحيح والله، فاكر كنت بقول لكم ايه؟ بقول لكم كمان ازاي لعيبه الزمالك دي ما بتتصابش؟ فاكر كنت بقول لكم مفيش حد بيجي له كحه، مفيش حد بيجي له برد، مفيش حد بيتعب. ابتدى يبان عليهم بقى التعب الايام اللي فاتت، فتوح باع الدنيا. طب ما هو يا جماعه، ما هو ده قلنا ده حقيقي، وانت بتقدم اداء هزيل فعلا. ونسيت قصه خلي بالك الموضوع، بس سيبك من النشاطات والكلام ده، هو لعيبه الزمالك اصلا فعلا هيلعبوا ازاي في اجواء زي دي؟ شافوا واحد زي فتوح ده، انا بقول لك فتوح ده اتدمر خلاص، هيلعب ازاي اصلا فتوح ده؟ تسأل سمعته وعيل صغير خلاص، دي بقت وصمه عار في حياته، هيبقى عنده 30 سنه ويتالق وربنا. على فكره بحب فتوح ككوره جدا، ما عنديش مشكله معاه، بس الكلام اللي اتقال عليه ده بقى قابلني لفتوح عملت له قومه تاني يعني. فكل لاعب من دول اكيد بيلعب وعارف انه يوم من الايام الواد ده مثلا ضرب ليزر اتساب، ده صبغ شعر اصفر فين امام اهو اتساب، ده مش عارف هيعمل ايه، ده ما يقدرش يكلموه شويه لان ده دلوقتي حاليا اهم لاعب في الدنيا واهم لاعب في الكون، ده هيسيبوه لو عمل ايه؟ ده لو الا بس هو كمان ملتزم ومؤدب بالزيزو يعني، فلمين الدور معاه. اول لقطه يعملها ولا يلبس حاجه ولا يعملها، اوب تعالى لي يا زيزو يا اللي فيك ويا اللي عليك. بس حد بيلعب اصلا يعني؟ يبقى نكشفوا على الناس من النشاطات الاول عشان تبقوا تلعبوا بحلال على الاقل، ورينا رجولتك كده من غير منشطات. بيدوا نصيحة بقى لفريرا البروفيسير، بيقول لك كان لازم تفهم من البداية إن رضاك بالصفقات الكسر. بص الحتة دي حلوة قوي برضه، تدل إن الناس دي متابعانا قوي، مش متابعانا أنا، متابع الأهلي يعني، بتشوف سيستم الأهلي وبتقلده. بص اللي إيه، كان لازم تفهم من البداية إن رضاك بالصفقات الكسر هيعك عليك لوحدك، كان لازم تفهم إنك محقق دوري وكاس إعجازيين 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 إعجازيين. ليه؟ ده الأهلي مش موجود، بس هو إعجازيين إعجازيين، كسبت في النهاية 2-1 بالعافيه اعجازيين. طب دوري 2019 الاعجازي بجد اعجازيين، 96 الدوري الاعجازي، مش تفتكر كده عشان انت عيل صغير او نسوان صغيره اعجازيين. تمام، ناخد من وسط الكلام كده بس، وكنت تقدر تحط رجل على رجل وتقول لهم طلباتي 1-2، تحط رجل على رجل بدوري يا ده، ده احنا موسيماني هنات يعني، موسيماني 2 دوري ابطال و2 سوبر افريقي وميداليتين جاي، وكان بيحط على الزمالك وما الزمالك ما كسبوش اصلا، وكنا بنقول عليه مدرب تعبان. بص يقول لك تحط رجل على رجل عشان محقق الدوري وكاس. الحمد لله نعمه النادي الاهلي. ولو وقتها ما نفذوش طلباتك او اضطريت انك تمشي، ما كانش حد هيرحم مرتضى ولا ابنه. انت مالك لازم يالا، انت طول النهار يقول عليك يا عيال يا نسوان، يا امك فيها يا بتجات نسوان يا مرتشين، ما بتقدر تتكلم اخر تقول عليك جبقين دول وخلاص يا عم، غرفه داهيه. كنت في موضع قوه يخليك تطلب اللي انت عايزه بقلب جامد، ليه؟ عشان الاثنين دوري طبعا، قلب جامد وقلب اي حد يعني، الدوري والكاس. لكنك وافقت على الصفقات النص كم اللي جايبينها
وما اتكلمتش ولا علقت، فكان لازم العقاب يكون بالشكل اللي احنا شايفينه، بجانب التغييرات الخططيه وتبديلات اماكن اللعيبه ولوم الجماهير على التشكيله. الا ان الخطا الاكبر لبريرا هو صمته. بص هي دي بقى اللي انا جايب الاسكاني عشانها. كان لازم، بص بقول لك، كان لازم يضغط في المؤتمرات والتصريحات ويطلب صفقات. سيبك من الباقي ده كله هلك بقى، احنا لسه فيها. اطلع احرجهم، بس لا مش فيه ده، كان كمل فيه. اطلع احرجهم واطلب صفقات وحدد المراكز اللي عاوزها، لان الشيله في الاخر انت لوحدك اللي هتشيلها وهتبقى اول راس هيتضحى بيها. سيبك من هاري ده، بص بيقول ايه، كان لازم يضغط في المؤتمرات والتصريحات ويطلب صفقات. يا حلاوه كولر. كولر اللي امتى على جبالك دي؟ انا علقه تاني، مفيش مشكله، عشان دي لازم اقولها لك. بص يا حبيبي، اعمل مايك اهو. بص يا حبيب قلبي، هو بيقول ان عايز فيريرا يطلع يعمل زي كولر اللي هما بيتريقوا عليه. فكولر طلع قال للناس انا عايز صفقات، فابتدى جمهور الاهلي يقول لك كولر الجامد احرجهم، فالاهلي محتاج صفقه. طبعا هو الاداره لسه منفضه الكولر حتى الان، بيقولوا بعد القمه هنعلن عن مهاجم. وانا بقول لك الاهلي مش محتاج مهاجم، دي حاجه على هامش. الاهلي مش محتاج مهاجم بس ما علينا. امين. هم هنا دلوقتي بيقول لك كان لازم يضغط في المؤتمرات والتصريحات ويطلب صفقات. هي تقريبا كلها على نفس الوزن والقافيه. ده الشاعر احمد بلبل بيقول لك في المؤتمرات تصريحات صفقات، اعرب البهارات. فاهم اي كلام؟ سيبك من اللي انا بقوله. هو يا راجل مش ده اللي انت كنت بتفرح بيه؟ لا، كان بيطلع كل مؤتمر صحفي يقول لك ايه، لماذا العب دول ال 64 وانا بطل الدوري؟ اسلام انت موطي صوتك ليه؟ والله ما اعرف. نرجع المايك. مش ده قاصف الجبهات؟ ها، قاصف الجبهات في المؤتمرات الصحفاتي والطلبات في المؤتمرات، وتعالى العب لي في بهاراتي. وريني مهاراتي يا عبد العاطي. لا، هو قاصف جبهات بس يا صاحبي. صاحبي هو قاصف جبهات بس. سيبه في المؤتمر يكسب جبهه وانت اطلع. ايوه يا فيريرا يا جامد. الاهلي بيكسب بالتحكيم. هو ده، هو ده فيريرا الجامد. عايز يطلع في مؤتمرات ويكلم مرتضى عشان يمشيه. تقريبا عينه لما كانت حمراء تقريبا خد كشاف من مرتضى. صلي على النبي يا بنت واهدي، وروحي بقى شوفي مصطفى عمل ايه واعملي زيه. انطري، مثل على بعض، مثل على بعض. الاعلام اللي كان بيتعامل مع عبد الله السعيد على انه هارب، رغم انه مضى للزمالك في المده القانونيه بعد نهايه عقده مع الاهلي، وبيعامل رمضان صبحي كانه مخطئ لانه فضل بيراميدز على الاهلي بعد نهايه اعارته، وكان بيعامل الحضري وكوليبالي على انهم هاربين. صح، نفس الاعلام ده النهارده جايب كاميرا خاصه تصور كهربا لوحده في الاحماء، ومصدرين للناس فكره انتصار الاهلي. كهربا فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد وهو متبقي فيه 3 سنين، والزمالك اخد حكم ضده من الفيفا، هو وقفه 6 شهور. عموما هانت كلها ايام، وتوقف تاني لحد ما يدفع الغرامه بالفوائد، وهنشوف ردود افعال مختلفه. الدعاره حصري على التلفزيون المصري. علي جابر، بص يا علي، انت علي كلمتني يا علي، انت حبيبي يا علي، عشان صحابك هيروحوا يقول لك اسلام قال عليك، وهتيجي تكلمني تاني على الواتساب، وملاك دونجا يجي يكلمني صحابك الزملكاويه. يا علي انا بحترمك وانت بني ادم محترم، بعيدا عن الكوره، بعيدا عن اهلي وزمالك، انت بني ادم شكلك طيب وكويس. بص يا علي، فانا هرد عليك رد بادب شويه، عشان انا ابص البني ادم اللي انا خلاص اكون اتعاملت معاه وكلمته بقدره تقدير رجوله. دي تقدير رجوله اللي هكلمك بيه يا علي. بص يا علوه، لو انت بتتكلم على السطر الاخير ده، عشان انا مش عايز اقوله تاني، السطر الاخير ده لو هينطبق، سيبك من اي كلام يا علي، او كهربا بقى خلاص اللي تعبكم قوي يا علي وجع لكم دماغكم، انت يمكن انت قال واحد تعب دماغك. مين يا صاحبي؟ لو شفته يا عيني هتقول ده انا كده مش زملكاوي، ده هو زملكاوي اكتر. انا كده مين يا عيني؟ خلاص منهار بسبب كهربا. سيبك من القصه دي يا حبيبي، وسيبك من كل هريه كهربا والاعلام بيتعامل ازاي. انت بتتكلم ان الاعلام فيه كده؟ انت بتتفرج على قناه الزمالك ولا انت ما بتتفرجش عليها يا علي؟ بتتفرج؟ بتتفرج على كميه المجاملات والمواضيع اللي بتتناقش عن النادي الاهلي، وعندك انت بيتطرمخ عليها يا علي من كابتن سيف وكابتن ابراهيم؟ بتتفرج؟ طب يا علي لو ما بتتفرجش يا علي اتفرج تاني. حبيبي يا عم علي، انا مؤدب اهو، ولا بقول حاجه ولا بتكلم في حاجه، انا مؤدب وبكلمك برجوله عشان انا اتكلمت معاك، فخلاص في رجوله دلوقتي. خلاص بقى ماشي يا عم علي، بس انا اول مره اعرف يا علي انك شغال مع دول. علي انا ما بشوفش الناس دي يا علي، معايا بقى خبر خارج عنك، ما بشوفش دول غير نسوان يا علي، فانت لو شغال مع الحريم دول قول لهم يهدوا شويه. لما المانشيت ده، وهي دي، بص دي برضه، بص دي صوره، بص نقرا نقرا. لما المانشيت ده اللي هو اهلا بالزمالك الخميس، دي مجله النادي الاهلي، كانت عرضت قبل كده بتاع نهائي الكاس، نزلته مجله الاهلي، راح امير عزمي مجاهد ودكتور محمد عيد طبيب الفريق مصورين المانشيت ده وحطوه للعيبه في اوضه اللبس،
وقالوا لهم ردوا انتوا بقى. وفعلا الرجاله وقتها ردت رد بالقوي. اتمنى من كابتن اسماعيل يوسف وحسين ياسر المحمدي يكتبوا جمله بحلم بيك بحلم بيك، ويوم السبت انا مستنيك يحطوها في اوضه اللبس للبهوات اللي عندنا، يمكن تستفزهم وتخليهم يحسوا على دمهم. التفاصيل دي صغيره بس بتفرق جدا. ده محمد ناصف احد الطرح، بيقول ان احنا لازم نحط لعيبه الزمالك في اوضه اللبس، نحط لهم كلمه بحلم بيك انا محلم. وانت كل ماتش هقول كلمه تروح تحطها في اوضه اللبس وبيخسروا برضه. بعدين عايز اسالك سؤال، هو الجو ده اصلا، انت اصل الحاجات البيض دي يا جماعه تخنق يا حبيبي. والنبي يا محمد يا ناصف، قول للعلي جبر وقول للشباب كلها عندك او النسوان اللي موجوده غير علي جبر، عشان علي جبر حبيبي وانت اسمك محمد المفروض راجل اكيد طبعا يعني. فبص يا حبيبي عايز اقول لك حاجه، الكلام والجو ده انت كسبتني اخر تعرف الزمالك اخر يا دي يا جدعان بجد، ما تفقعوليش وما تفقعوليش وداني يعني، انا عايش معاكم انتوا بواحده خلاص، انتوا فعلا هريتوها لي. المهم انت دلوقتي يا حبيب قلبي بتكسبني اخر، انت اخر ماتش كسبتوني في الدوري من 3 سنين، والاثنين دوري اللي انت خدتهم انت ما كسبتنيش ولا ماتش فيهم، ومنهم الموسم اللي فات انت ملدوع 5. يا علي انت ما كسبتنيش الا في نهائي الكاس، علي مين يا محمد انت او اي حد فيكوا يا جماعه؟ انتوا اخر 5 6 سنين كسبانيني ماتشين تقريبا يا علي، ولا 3 ماتشات يا محمد يا جدعان. حاطط صورة ايه؟ طب ما حطيتهاش ليه في ماتشات الدوري؟ ما حطيتهاش في ماتش الخمسة؟ ما حطيتهاش في نهائي افريقيا؟ ما حطيتهاش لجنش لما شريف خلاه يزمر؟ ما حطيتهاش لصلاح محسن بتاع التيك توك لما فرش عواد؟ ما تعملوش ان انتوا نادي عندكم عواد واللبس واستفزاز وسيستنفر كل طاقات وشعر بطل لاعبين، ولكن لن يستنفر مصطفى شلبي لانه شال شعر بطل. اي كلام اي كلام اي كلام. ماتش كوره قلت لعبه تنزل تسترجل عشان ده ماتش دوري مهم، عشان الزمالك دلوقتي رابع الدوري، الزمالك حاليا الرابع قبل ماتش بكره، شد عشان لو الزمالك كسب هيبقى الثالث، فلازم الزمالك يكسب عشان يلحق مركزه الثالث. بس هو ده اللي قال لعيبه، علقوا لهم يافطه كده مالكوش دعوه بيا مالكوش دعوه بالاهلي، علقوا يافطه كده على غرف خلع الملابس بتاعت اللعيبه، ما تخشوش على مصطفى شلبي، علقوا لهم يافطه كده قولوا لهم اكسبوا بكره علشان ده ماتش لازم يبقى المركز الثالث، لان المركز الثاني بيضيع من ايدينا، بس مالكوش دعوه بيا. سادي القصه. تعالى نشوف الدولفين بقى ايه بقى. الدولفين انا اللي مطلع عليه الدولفين ده يا جماعه، ده الحلقه بتاعتي موجوده الحمد لله، اللقب بتاعي. شفت لايف اسامه حسن اللي هو الدولفين بيدي فيه نصايح لعيبه الزمالك قبل ماتش الاهلي، بغض النظر عن اي شيء، بغض النظر عن اي شيء ما تهديد يلا، بس مش مشكله انت منسونين. بس اسامه حسن قال نقطه مهمه جدا جدا، بحس لاعب الكوره قال لك عايز من اول دقيقه لاخر دقيقه ما فيش حد يخسر كوره مشتركه، عايز بعد الالتحام تقوم ولاعب المنافس ان المنافس مرمي جنبك على الارض. اسامه قالها بلغه لاعب الكوره البسيطه، بس في الحقيقه دي واحده من اهم التفاصيل الماتشات الكبيره هي كسب الثنائيات. بعد تفسرتها كسب الثنائيات، هو ما كانش قصده كسب الثنائيات، لان اسامه حسن عمره ما هيكون عنده فاهم حاجه غير الثنائيات بتاعت سيدرو، هو ده دي الثنائيه الوحيده اللي عنده لا مؤاخذه يعني، انا اسف اللي بوصف بيه، بس هو يعني انا شفناه بيطلع قالع يا جماعه، انا عمري احترم واحد اصلا حتى لو بيكلمني في الكوره وفاهم في الكوره طلع قبل كده قاعد في عربيته قلع مالطا يا جماعه، هل انت متخيل انا ممكن احترمه اصلا بعد كده؟ مفيش خلاص، الاحترام واقع من بني ادم ده لو قال ايه على الاهلي. انا اصلا الناس عماله تقول رد عليه، والله جالي رسائل من حبايبي كتير قوي قوي، ناس فعلا بحبها بعتت لي لو سمحت رد عليه، وانا عشان بحبك اسمع، وانا عشان بحبك يا اللي قلت لي رد، تعرف انا بحبك قد ايه؟ بحبك قوي، هرد يوم الحد الجاي زي ما وعدتك، لان انت عارف ان انا بحبك، لحتى لو الاهلي خسر هطلع رد على اسامه حسن. افتكر في ديربي 2017 خلصنا فيه تالت فوزنا على الاهلي بسبب تفصيليه الثنائيات يعني، من اول دقيقه اوباما كان السعد سمير اوباما بس كان السعد سمير. طب اوباما دلوقتي ايه؟ فاكر برضه بالربط بالحاجات القديمه، كان السعد سمير، هو ما يفرقش اوباما عمل ايه بعد كده، المهم انه كان السعد سمير، فاهم؟ اوباما مين؟ مفيش مشكله. وبعدها النجاز كوم السلية على الارض، النقاز ظهر النقاز اشاحات والنقاز ماشي. وقتها اي كونتنت لعيبه الزمالك واخدين الموضوع بالجديه وبالبلدي، مبينين العين الحمراء، اتمنى تتكرر تاني والطبطبه والتحسيس ينسوه مؤقتا لمصلحتهم. ده اسمه محمود السوكي، هو بس دي عشان اوباما وقع ما عملش حاجه، الواد وقع قدامه سعد سمير واقع، فده وقع فوقيه يعني، اتنين واقعين يعني، مثلا ما عداش وراح بيه اتكلم نسوان بقى وابتدى ارد عليها وبرر لها كوره وتكتيك. انت دلوقتي شايفها دي ثنائيات يعني، مش شايف اللي هو بيعمله ده؟ انا بقول لك لعيبه الاهلي تخش عليها تكومها على الارض، ده عادي انه عايز يلعب اللعيبه بقى؟ ده اصلا مين هيسمع اسامه حسين؟ حتى لعيبه الزمالك شوف ده انا بقى هدافع على لعيبه الزمالك،
لسه بقى يسمعوا مين لواحد زي ده. اسامه حسن ده ما يسمعلوش غير انتوا بس، انتوا اكيد فخورين باللي هو كان طالع بيه قبل كده، ما انتوا تلاقين على بعض ريمبو. صلي على النبي يا عم. يلا الدولفين علي معلول لما بيشوف شيكابالا في الملعب بيعملها على روحه. يلا يا دولفين رد عليك بعدين يا دولفين على الفيديو بالكامل يوم الحد الجاي. قال لي كسب، قال لي خسر، الماتش خلص تعادل، ده رد عليك ده لوحده يعني. وعشان تروح تشتكي ميدو عادل وتقول لاخوه، طب وتقول لاخو احمد عادل اسلام مهدي صاحب اخوك ميدو، ميدو انتيني راح قال له قبل كده على الفيديو اللي كان من سنتين ونص تقريبا او من 3 سنين، بص ينفع صاحب عشان عارف ان انا ده انت قلت لي قبل كده ده صاحب ميدو، ميدو اخوك فما ينفعش انا اخو ميدو صاحبي زملكاوي. ما علينا ما علينا، روح اشتكي وعيط تاني بعد ما اكيد انت بتتفرج كمان عليا دلوقتي يا اسامه، انت من المتابعين الجيدين يا اسامه، وده اللي انت قلته للناس دي. فلو انت شايفني انا رد يوم الاحد هرد عليك رد يليق بصدرك. الاهلاوي كريم ابو الحسن، الزمالك لو كانت اهلي نهائي كاس مصر خلاص كان خلاص كان كان خلاص كان خلاص الكاس بتاعنا، اللعيبه ضيعت اسهل بطوله مفيش منافس لينا. تعرف يا كريم انا لما بشوفك بقول ايه؟ والله العظيم يا كريم قسما بالله العظيم اول ما بشوفك بقول ايه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس ايه يا اسلام الرد لا ده الرد ده بيريحني مع ده بالذات الشخص ده. والله اول ما بشوفه كده بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس كده حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم، لان احنا وصلنا لدرجه من النفاق انا ما شفتهاش في حياتي. ويعني الناس بتبقى قاعده اللي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الزمالك خارج كأس مصر وقريبا خارج منافسة الدوري تحت رعاية قائد بيقول عليه كده ولاعب مغرور فاكر الكورة بجمع الفلوس والجري بلا هدف. واحد واحد مش عارف ايه والتاني بيجري بلا هدف. صور انا كنت فاكر زيزو اسطورة الكورة المصرية، وده فاكره طبعا الاباتشي اللي مفيش واحد زي مفيش احسن لاعب احسن من ابو تريكا واحسن. انت متخيل يا جدعان ده احسن؟ انت عمرنا قلنا على ابو تريكه كده؟ ده ما يتقارن بابو تريكه. احنا بقى كاهلاويه شوف ابو تريكه ده مثلا جه عليه ماتشات، اكيد اكيد ابو تريكه جه عليه ماتشات كانت وحشه، اكيد انا شفته ابو تريكه جه عليه ماتشات كانش يبقى موجود في الملعب. يعني لو انا كنت لسه بقايم كان في ماتشات ابو تريكه ياخد فيها صفر. اه عادي لان ابو تريكه ما لعبش التسع سنين بتوعه في النادي الاهلي، ابو تريكه لعب 9 سنين بالظبط في النادي الاهلي. بالظبط 9 سنين. قبل السنه العاشره كان مبطل. يعني 9 سنين ونص. جه عليه اكيد ما لعبش كل الماتشات كويس. كده على ماتشات كان وحش، بس احنا عمرنا قلنا على ابو تريكه كده عشان تعرف ان احنا بنحترم اسطورتنا ازاي، لان احنا شايفينه اسطوره. بركات وقف الملعب عمرنا ما قلنا عليه كده. عماد متعب عمرنا وهو في الملعب ما قلنا عليه كده. احنا بنعرف الاسطوره نقول لا، انما ممكن نقول على كده اللاعب اللي هو اصلا مطلع عين ابونا واحنا عارفين انك انت مش اسطوره وهتمشي هتمشي. لكن بص اساطيرهم هم شايفين اسطورتهم كده. يلا يا عم اللي بعده. لعيبه بتشرب مخدرات وبتعمل سويت ومقضيينها سهر ونسوان لنص الليل قبل الماتش بيوم ونص، مدرب عبيط مش عارف يوصلك بهجمه بقالنا 4 ماتشات كانه ماسك الداخليه، ورئيس نادي معتوه بيقول لك عندنا احسن لعيبه في مصر ومش محتاجين صفقات، وبودراجي مسؤول عن لعيبه الزمالك ودارس في برشلونه، ما طبيعي دي تكون النتيجه. يعني ده كويس ان ربنا ما ولعش النادي بيهم. لا دي ايه انت تاني ويرد؟ انا هرد على ايه يا جماعه؟ دهنوا الدنيا المدرب واللعيبه ومسؤول التعاقدات ورئيس النادي وناقص يشتم الجمهور. يعني هو زملكاوي اهو، ده زملكاوي ناقص يشتم نفسه يقول لك وانا اصلا عيل ابن ان انا اصلا كتبت كده. ماشي يعني ما اعرفش انت مين اصلا، بس انت لابس تيشيرت بخطين حمر انتر وربنا يكرمكم وتبقوا شايفين النادي دايما كده. نتمنى لكم الأسوأ. اللي بعد عشان الحلقه عدت الساعه، انتوا بتحبوا الحاجات دي. اللي اصلا قاعد معايا لحد دلوقتي ده اللي اصلا مكمل معايا الساعه دي يكتب لي في الكومنت يا اسلام انا كملت معاك للدقيقه 3 للدقيقه 1 3 27 28 29 30 ده 40 كمان. اكتب كده يعني اكتب لي انا مكمل معاك يا اسلام وارزع اللايك المتين. شوف اللي بعده. يبدو انها النهايه يا صديقي، اعتقد انك اصبحت كالاسد العجوز المريض وحولك ضباع كسر، اعجبهم مرضك واتفقوا عليك وعلى نهايتك. اتشرفت وافتخر اني كنت احد عشاقك ومخلصيك ل 28 عاما. انا كنت انت كنت مزعج لخصومك ومرعب لمنافسيك لفترات طويله. لا لكل شيء نهايه، الدوام لله وحده. لا حول الله يا رب، لا حول الله ولا قوه. نقرا الفاتحه الاسماعيلي يا جماعه ولا الضالين امين. طب نلعب في الاسماعيلي عشان تحبسني هتنبسط. اه
طب الزمالك ابن عمك. طيب عشان كده انت بتكتب نفس القصيده، اتشرفت وافتخر مرادك، اول فيلوس في جيبي كنت منزعج لخصومك ومرعب للمنافسين. نتمنى لكم الاسوأ، نتمنى هبوط الاسماعيلي يا رب. اما الراجل اللي توفى عندكم، المشجع اللي توفى الماتش اللي فات، فالبقاء لله والله يرحمه ويكرم اولاده وزوجته ان هو يعرفوا يعيشوا من بعده. والاسماعيلي بقى النادي الجميل بقى، انت بتتكلم على ده، اتكلم ان الاسماعيلي يعمل للراجل ده اي حاجه اللي توفى في مدرجات الاسماعيلي. ايه ده، لابس طاسه ده ولا ايه؟ تعال نشوف، بقول له جبت الخلاصه يا عبد الله، والله تعال نشوف عبد الله جاب خلاصه ايه. يلا، الله يكون في عون جمهور الاسماعيلي، والله حاجه تحزن كل ما بتفرج على الاسماعيلي والسيناريو اللي هو فيه دلوقتي. مش بيجي في دماغي غير الزمالك، وان احنا كنا ممكن نتحط في السيناريو ده واكتر كمان لولا بني ادم واحد بس، وهو محمود عبد الرازق حسن فضل الله الشهير بمحمود شيكابالا والغريبه بيسالونا عاملينه اسطوره ليه. في ايه؟ مش فاهم حاجه، ثانيه بس يا جماعه عشان منبه. في ايه؟ في ايه؟ يعني مش يعني الربط اصلا غريب، يعني الربط بين الموضوعين. احنا كنا هنبقى الزمالك، هنبقى الاسماعيلي، اكيد مش هتبقى كده لان انت غير ناون. لا مش فاهم حاجه. وبعدين سيبك من كل ده، يعني مش عامل الربط اصلا بين الزمالك والاسماعيلي في الموضوع ده، والتشابه بينهم ايه؟ ما اعرفش. الزمالك عمره كان ترتيبه الاخير في الدوري، يعني الزمالك يعني المراكز السيئه اللي عملها بحده السادس، يعني كان سادس فنش موسم سادس، ده كان يمكن بيقولوا اسوء موسم في تاريخ الزمالك، ما اعرفش في التسعينات تقريبا فنش تاسع ولا ما علينا، سيبك من كل الكلام ده. انت مالي يعني لولا ده؟ ده بقى عشان كده مش فاهم حاجه. انا مش يعني انا فعلا ده ردي على الاسكنيه دي، عارف ايه؟ مش فاهم. لو فهمت رد. يعني دون اللي خلى الزمالك ده، يعني ده كيم شونغ هونغ صاحب الثوره الزملكاويه. يعني هو جاب الخلاصه، عبد الله منصور فباسم بيقول له ان هو جاب الخلاصه، بس احمد عبد الله منصور مش عبد الله اللي جاب الخلاصه، لان اصلا ده بقلم احمد سليمان. ركز اصلا، سيبك من حوار الصوره وشيكابالا، شيكابالا اسطوره. بس هو بيقول له جبت الخلاصه يا عبد الله، ده اللي هو باسم، باسم بيقول لعبد الله، عبد الله اهو بس اللي كاتب البوست احمد سليمان، احمد سليمان اللي كاتب البوست، بس اللي مليه البوست عبد الرحمن عبد الحميد، لكن اللي جايب الصوره احمد محمد عبد الحميد جرجس. جرجس بقى اصلا جايبها من مينا عبد الشهيد، مينا عبد الشهيد جابها من احمد مرتضى من عند ناصيه نادي الزمالك، احمد بقى راح لاحمد عبد الحميد الثاني جابها من احمد سليمان، فاحمد سليمان قام راح اداها لعبد الله، عبد الله قام اداها لعبد الله، قام اداها في الاخر لبسام، قمنا احنا في الاخر لبسناها. مين كاتب البوست عشان افهم اصلا؟ يعني انا عايز، مش عايز افهم البوست، انا ما فهمتوش، انا البوست ما فهمتوش، انا عايز افهم مين اللي كاتبه بقى. يعني احمد سليمان ولا عبد الله جاب خلاصه احمد سليمان، بس احمد سليمان اللي مليه هاني العتال. انا عايز اعرف مين اللي كاتب البوست. بس دي قصتي. يعني اللي بعده، انت بتقعوا لي دماغي، فتجننوني اصلا. مين اللي كاتب البوست قولوا لي. تعال نشوف ده بيسيح على ايه. حقيقه والله حقيقه، ولكن هل اللعيبه هتكون قد المسؤوليه؟ برضو جايبين حد بيصيح، ده صيوحه قوي ده. تعال نسمع ده. منافس الزمالك الموسم الحالي هو الزمالك فقط، لانه بايده يكسب كل حاجه او يخسر كل حاجه. الدوري يا زمالك، الدوري يا رجاله. ده قبل عيد ميلادي بيوم، ده الخميس اللي فات، ما لحقتهاش انا في سكرينات الجمعه. المهم، يعني منافس الزمالك الحالي هو الزمالك، لان بايده يكسب الكل. يعني منافس الزمالك هو منافس الزمالك، يعني زي ما محمد هلال قالها، شهداء 25 يناير راحوا في احداث يناير. امال يعني شهداء 25 يناير راحوا في احداث اول سبتمبر؟ ما هو راحوا في احداث يناير، عرفنا دي حماده هلال. فدي منافس الزمالك، هو منافس الزمالك، يعني الزمالك ينافس الزمالك. يعني بعد كده ماتش الاهلي والزمالك الجاي مفيش اهلي، وفي اشباح نازله. ليه؟ لان الزمالك منافس الزمالك. طب الزمالك دلوقتي رابع الدوري، ما هو الزمالك منافس نفسه، لان الزمالك معروف ان هو الاول، فالاهلي اللي في الاول ده اسمه اصلا نادي الزمالك، فنادي الزمالك اللي هو الثاني بينافس نفسه، فالاول بينافس الثاني، فالزمالك بينافس الثالث، فالثالث بينافس الثاني، فالزمالك بينافس الزمالك، فالناشئين اللي تحت لو هينافسوا دول المرتبط بيدوا نقطهم للزمالك، فالزمالك بينافس الزمالك. انت فهمت حاجه؟ يعني الزمالك بايده يعمل كل حاجه، الزمالك بينافس نفسه. اه اللي هو ملوش منافسين يعني؟ الزمالك الرابع. النهارده كل سكرين داخله ببعضيها، مش فاهم حاجه.
ودي كان لازم نختم بدي، دي اخر سكرينه معانا. ثانيه يا جماعه قبل ما ننهي، معلش عشان نبقى الامور برضه راحه في سياقها وما نبقاش بنحيد عن حاجه، نجيب دي بس عشان نعرف ننهي. ما بعرفش انهي غير بيها، مش مهم حتى، مش مهم اجيب بقيتها. اهو ده انتوا عارفين ده مين اهو، يعني هجيب لك مثلا الساعه، هنفنش بالساعه النهارده اهي، يا يعني عم هي دي اللي هنفنش بيها عشان ما حدش يقول لك انت بتجيب حاجه. في نهايه الحلقه انا سميتها البانه، طبعا انت ضحكت اكيد كتير، الحلقه داخله في ساعه و10 دقائق. انا مش نفسي نكسبكم بكره، لو كسبنا بكره انت هتلاقيني عادي والله، لان الناس دي ده الطبيعي. طبعا ان احنا نكسبهم لان الناس دي ما تستحقش تفرح باللي انتوا بتشوفوه ده، وكميه الكلام الهبد اللي بيتقال وكميه النفاق والكذب وتغيير الكلام اللي بيتقال. الحاجه الوحيده اللي بفنش بيها دايما الحمد لله نعمه ان احنا بنشجع النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي ما بيكنش حقد لحد الا لما نلاقي هبو جاي علينا. ربنا يكرم الاسماعيلي بالهبوط، اما انتوا بقى الزملكاويه فانتوا عارفين ان بحبكم قد ايه، واتمنى لكم الاسوء باذن الله. شوفكم بخير باذن الله، سكناتي الجمعه الجايه باذن الله نكون كسبانين بامر الله الماتش ده، عشان هنبقى بنستعد خلاص لكاس العالم للانديه. وربنا يكرم النادي الاهلي بكره بامر الله ويكسب، وتبقى فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي. واستنوا حلقه النهارده بالليل باذن الله، يعني الساعه 9 10 كده ان شاء الله، هنتكلم فيها على مباراه الاهلي والزمالك ومين يكسب وهنلعب ازاي بحكم خبرتي اللي قد كده.